التحية لكم من جديد، وبعدنا مستمرين معاكم في فقراتنا المتنوعة، وأول فقراتنا هي حوار المساء. الحلم الأولمبي يراود عزيمة فارسات الإرادة، إنجازات كثيرة تشهد بها المحافل الدولية للمرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة. هذه الفارسة التي جعلت علم الإمارات يرفرف خفاقا في الأولمبيد الخاص، وحصدت بعزمها ومثابرتها الذهبية الفضية والبرونزية. ولكن لماذا يستعصي الحلم الأولمبي على فارسات الإمارات من ذوي الاحتياجات الخاصة؟ وما هي التحديات التي تواجه الحصول على هذه الذهبيات؟ وما هي ملامح الرياضة الأولمبية النسوية في المستقبل القريب؟ كل هذه الأسئلة تدور في فلك حوارنا لليوم، خاصة مع النساء، ونحن ننظر إلى الأولمبيد البرازيلي 2016. أكيد يسرنا أن تكون معنا في الاستديو سهام الرشيدي، لاعبة ألعاب القوى. يا هلا ومرحبا سهام، وشكرا لوجودك معنا في حوار المساء. لا بالعكس، هذا واجبنا. الله يسلمك سهام. قبل أن نخوض في الكلام وفي البحث عن الأولمبيات العالمية، خلنا نشوف التقرير، وعقب التقرير للحديث البقية. خلنا نروح إلى التقرير ونشوفه معكم مشاهدينا. إنجازات كبيرة حققنها فارسات الإرادة لاعبات ذوي الاحتياجات الخاصة الإماراتيات على الصعيدين العالمي والمحلي برغم كافة الصعوبات، إذ حصدنا العديد من الجوائز وشاركنا في أهم التظاهرات الأولمبية في العالم. فأول مشاركة أولمبية لفتاة الإمارات كانت من خلالهن في بكين عام 2008، حيث كانت ثريا زعابي سفيرة فارسات الإرادة في هذه التظاهرة الأولمبية. وفي آخر دورة أولمبية لندن في عام 2012 شاركت 4 لاعبات. إلا أن مختصون رياضيون يرون أن الحلم الأولمبي العالمي استعصى على فارسات الإرادة برغم الإنجازات الكبيرة التي حققناها في الأولمبياد الخاص محلياً. تضع فارسات الإرادة نصب أعينهن المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في ريو دي جانيرو هذا العام، وحصد العديد من الجوائز وتحقيق أفضل النتائج في الاستحقاقات المقبلة. فارسات الإرادة سيمثلن الإمارات في واحدة من أهم البطولات في العالم، دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في البرازيل 2016، طموحات بتحقيق أفضل النتائج لرفع راية الوطن عالياً وتحقيق غاية والشرف ونجاح. طبعا اختي سهام، نحن شفنا التقرير مع بعض وكان يتكلم اكيد على الاولمبيات وعن خصوصا عن النساء الاماراتيات. اذا في بدايه الامر بنسال، ليش استعصى الحلم الاولمبي على فارسات الاراده رغم الانجازات اللي موجوده في الاولمبيات الخاصه؟ يعني لهم انجازات في الاولمبيات الخاصه، ليش خارج الدوله لا؟ طبعا العنصر النسائي بدا متاخر في مجال الرياضه. طبعا كان العنصر الرجال هم اكثر شيء كانوا مستحوذين على مجال الرياضه، فكان عندنا شوية نظرة المجتمع. طبعا احنا نقول عنها الفتاة شلون تطلع ويا مجموعة من الرياييل يعني. فطبعا احنا ومجموعة من الفتيات طبعا كان عندنا العزيمة والإصرار ما شاء الله ان نلعب ونظهر على مستوى العالم. طبعا كنا نلعب على مستوى الخليجي ومستوى الدولي، وكنا نسافر معسكرات نحضر البطولات الدولية، فما كنا نحضر على مستوى العالم او مثل ما نقول اولمبيات او بطولة العالم. فالحمد لله بعزيمتنا وإصرارنا يعني قدرنا أن ندخل هذا المجال ونستوحد عليه، ويكون للمرأة الإماراتية لها دور في هذا المجال. جميل. يعني مع الضغوطات اللي موجودة ومع أن نحن كمجتمع عربي وإماراتي وإسلامي في نفس الوقت يصعب على المرأة أن تسافر خارج الدولة يمكن لوحدها في معسكرات ولفترة تطول، ويقول لك لازم يكون في مرافق لها إن كان معنويا أو جسديا يكون معها في المحافل الخارجية، هل نحط اللوم على الأهل في بدايتهم كمعنوي ونفسي؟ طبعا في البداية نقول هو الأهل لهم دور. طبعا البنت يعني تسافر بروحها، طبعا الواحد يخاف في معسكر تقريبا يستمر 45 يوم ولا 30 يوم، طبعا فترة وايد طويلة بالنسبة لهم. وطبعا هني صار التحفيز من أي ناحية؟ من ناحية النادي نفسه. جميل. يعني عطوا الثقة للأولياء الأمور. أكيد. فهذا كان له دور كبير من هالناحية، يعني من ناحية الاهتمام، من ناحية المشاكل اللي احنا نمر فيها في الخارج.
فهم وفروا هاي الشيء فخلوا يعني أولياء الأمور يرتاحون من هالناحية. جميل. طبعا احنا عندنا بعض الإعاقات، منها اللي تحتاج طبعا مرافق، اللي تكون يعني عندنا احنا في الإعاقة تصنيفات. أكيد. في تصنيف، فطبعا على حسب التصنيف، اللي عنده صعوبة في المشي فيحتاج مساعدة، فهني النادي يعني وحتى الاتحاد ما يقصر، فيكون مرافق وياه يا أبوه او عامل يكون في النادي في الاتحاد نفسه يساعده. جميل يعني جدا. وفروا لنا هاي الأشياء. زين سهام، انتم شاركتوا في تجربة بكين 2008 وايضا في لندن 2012 وحصلتوا على جوائز ما شاء الله تبارك الرحمن، كيف استفدتوا من التجربة خارج الدولة، وخصوصا ان فرق يمكن ما تكون إماراتية او عربية كانت مشاركة في هذه الأولمبياد؟ صحيح، طبعا بداياتنا كانت في أولمبياد بكين، كان أول ظهور للمرأة الإماراتية كان عن طريق ثريا الزعابي. جميل، كانت ما شاء الله عليها اسم، يعني على اسم طبعا هي أول من الفتيات اللي كانوا. وطبعا هاي الشيء عطانا حافز بعد 4 سنوات اشتغلنا أنا وزميلاتي ان نظهر بنفس الصوره اللي طلعت فيها ثريا. طبعا ان خلاص ان احنا ندخل المجال الرياضي، يعني تبعتوا ثرى ثريا مثل ما تبعناها، هي كانت القائده بالنسبه لنا. ما شاء الله. فطبعا بتمريناتنا وتوجيهات من الاداره ومن النادي ومن الاتحاد، توفير لنا معسكرات وخوضنا لبطولات خارجيه ونشوف البطولات العالم. طبعا في مجال المحلي ولا الخليجي مستحيل ان الواحد يتلاقى ويا بطولات العالم ويشوف مستوياتهم. صح. فهذا عطونا حافز ان نخوض بطولات ويشوفون مستوانا، فالحمد لله يعني من هاي الشيء اعطيناهم ثقه ان احنا قد الثقه اللي انتم اعطيتونا اياه. فكان يعني بعدها دخلنا في اولمبياد لندن، منها تحضيرات دخلنا معسكرات، وهاي الحمد لله كان ظهور صراحه كبير بالنسبه للمراه الاماراتيه. شرفتونا يا سيام، كان العدد كبير والمستوى كان يعني اول مره نظهر في مستوى اولمبياد لندن 2012. طبعا انا كنت احلم اني اصير بكين، بس كان مطلوب مني رقم تاهيلي، طبعا ما قدرت لاني توني كنت باديه في مجال الرياضه، فهذا اعطاني العزيمه وجبت رقم تاهيلي وتاهلت في القرص، الحمد لله جبت المركز السابع على مستوى العالم. ما شاء يعني الله، وانا عندي ثقه انك بتجيبين الاول، اكيد ما في شيء يصعب على المراه الاماراتيه. احنا حطينا ثقه ان المراه الاماراتيه لازم يكون لها دور. اكيد. كفو يا سهام. طبعا احنا عندنا مداخله هاتفيه مع استاذ ماجد العصيمي نائب رئيس اتحاد الامارات للمعاقين. مرحبا ومساك الله بالنور استاذي. مساكم الله بالخير، كيف حالكم؟ يا هلا ويا مرحبا، وشكرا لوجودك معنا واستقبالك لهاتفنا في من خلال حوار المساء. والله بالعكس، انتم اللي مشكورين على إتاحة الفرصة لفرسان الإرادة ولفارستنا سهام ان يعني تتكلم عن بعض صفحات من انجازاتها للناس وتعرفهم عن العزم كيف يكون والإرادة كيف تكون، لعلها ان شاء الله تكون رسائلها يعني إيجابية للمجتمع، تنشر فيهم الطاقة الإيجابية. أكيد بإذن الله نحن نستمد قوتنا منهم أكيد هذيلا. أستاذي أستاذي، إذا بنسأل شو هو دور الاتحادات في الوصول للحلم الأولمبي القادم بالبرازيل إن شاء الله؟ والله شوفي، نحن يعني لو نتحدث عن دور الاتحاد الإمارات لرياضة المعاقين، هو دور في شراكة أصيلة وشراكة قوية مع أندية ذوي الإعاقة في دولة الإمارات. طبعا نادي دبي يمكن للمعاقين، والنادي اللي تنتمي له لاعب سهام، والنادي يمكن وفر كل الإمكانيات الفنية يعني الإدارية وكذلك الجوانب المتعلقة بالعمل والمعدات والمعسكرات، بحيث أن تستمر سهام في تحقيق حلمها أو طموحها في أن هي تدافع عن علم بلدها في المحافل العالمية، وتحقق لنفسها ولبلدها مجد وإنجاز ينكتب في سجلات العالم. يأتي بعد ذلك دور الاتحاد المكمل الحقيقة والقوي في عملية انتقاء الموهوبين وتنظيم معسكرات اللي نسميها المعسكرات النهائية قبل الخوض في المحافل أو البطولات الكبيرة. نعم. منها الدورات البارالمبية هذه اللي قادمين إن شاء الله نحن عليها في سبتمبر في البرازيل، ومتابعة هؤلاء الفرسان وين ما يكونون. يعني جزاك الله خير، ما قصرت أكيد، يعني يكفي وجودك معنا عبر الهاتف، هذا بروحه دعم معنوي. لا والله ما عندي شيء، الخميس وإجازة يعني ما، بالعكس أنتم اللي جزاكم الله خير، ونحن نبغى نوجه رسالة بعد باسمكم أنتم عبر قناتكم الموقرة هذه. الله يسلمك. كل الشكر والتقدير على أنكم أنتم تخصصون ساعات على الهواء في برامجكم الطيبة هذه لفرسان الإرادة، وإن شاء الله يعني مثل ما عودوكم الأبطال هذيل ومنهم إن شاء الله سهام اللي أنا شخصيا أتمنى لها إن شاء الله أن تكون على منصة تتويج في البرازيل بإذن الله، لأنها جدا طموحة وجدا يعني ما شاء الله عليها
تشتغل وتتعب على عمرها وتتمرن صبح وظهر وعصر ومغرب في الإجازات وفي الأعياد، ما تضيع فرص في التدريب. وإن شاء الله نطلب من المجتمع دعم هذا المنتخب بالدعاء له، بالوقوف، بالتشجيع، ومنكم أنتم أيضا المساندة الإعلامية. أكيد هذا واجبنا إن شاء الله إلى ما تبقى قيادتنا بإذن الله. أكيد طبعا إيدنا على إيدكم وهذا واجبنا، وإن شاء الله نحب نكون في تغطية خاصة في كل المحافل لدعم طبعا ذوي الاحتياجات الخاصة وخصوصا النساء، لأنهم يرفعون اسم دولتنا في كل المحافل الخارجية. شكرا لوجودك معنا أستاذي ماجد العصيمي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للمعاقين. شكرا لك أستاذي. شكرا، بيض الله ويكم. شكرا، الله يسلمك، واجبنا. سهام، نرد لك من عقب المداخله الهاتفيه، جميل عطانا دافع معنوي. طبعا مدحت استاذ ماجد وقال تبارك الرحمن انت من النوع اللي دائما متابر على التمارين، دائما موجوده لك نظره في المستقبل، ودليل هذا الشيء الاوسمه اللي انت حاطتنها فوق راسك، يعني يكفي احتفائك فيها ان تكون موجوده فوق الراس، يعني اوسمه دوله الامارات في كل المحافل. نحن نشكرك على هذه النبذه، انا جدا عجبتني بالنسبه لي. خلينا نتكلم في المحافل الخارجيه، يمكن في نقص في الكوادر النسائيه وخصوصا المعالج الطبيعيات، ونحن يعني مرأة إماراتية ومن دولة مسلمة يمكن تستحي أن رجل ممكن يمسك أي جزء في جسمها يعالجها طبيعيا، كيف نقدر نحل موضوع الكوادر ونقص الطبيبات والمعالجات الطبيعية خارج الدولة؟ طبعا هي أوردي، طبعا يوم نطلع معسكرات ويا الاتحاد قبل خوض في أي بطولة مثل كانت بطولة العالم والأولمبياد، طبعا يكون عندنا نقص من ناحية العلاج الطبيعي. نعم. فطبعا إذا كان العدد كبير طبعا وحدة ما تكفي، يعني صحيح. ما تقدر تباشر وحدة مثل الحين، أحيانا أنا عندي تمرين في الملعب وتكون وحدة أوريدي عندها في الجيم تمرين، فيكون صعب التنقل ما بين اللاعبات، هي تتنقل صحيح. فيكون وحدة يعني مختصة، فالحمد لله يعني في البرازيل الاتحاد ما قصر ويانا، طلع ويانا معالجة كانت مختصة، ف يعني الاتحاد يعني يوفر لنا كل الوسائل اللي احنا نحتاجها من ناحية المعالجة، يعني هي تكون حرمة موجودة ويانا، وطبعا الفئة الرجال يكون وياهم معالج مختص. جميل جدا. إذا تكلمنا طبعا عن العناصر الرجال اللي تكون موجودة وخصوصا المدربين، نحن تكلمنا حين في الدكاترة المعالجة، يمكن تستحي أن يجي مثلا مدرب رجل يقول تسوي الحركة هذه أو سوي الحركة هذه، في أجزاء معينة من الجسم تتحرك صحيح. تستحي أن تسويها المرأة الإماراتية والمسلمة، كيف نقدر نتكلم في هذا الموضوع ونطالب أن تكون في مدربات كوادر نسائية إماراتية موجودة وليس أجنبية؟ طبعا هاي شوية صعب حاليا في وقتنا، طبعا احنا تعودنا، يعني أنا في مجال الرياضي تعودت كل عنصر رجالي اللي يمرنوني، وطبعا يعني الواحد معروف الإنسان كان محترم أكيد الناس كلهم راح يحترمونه صحيح في طبيعة الأمر، وهذه طبيعي يعني في الآخر رياضة بدنية وتضيف شيء لجسمك ولعقلك. لا هذا هو الرياضة، هي معناته شنو؟ أن الواحد يكون روحه نظيفة، ويعني الرياضة احنا نقول عنه مجال كبير. فطبعا أنا ما يعني أطالب بالعنصر النسائي، طبعا في بعض اللاعبات الجدد اللي يجون طبعا شوية يكونوا متحفزين من ناحية تفكير المجتمع والنظرة الثقافية، شلون يمرنش يعني رجل في التمرين، ليش ما تكون حرمة؟ طبعا عندنا نقص من ناحية الكوادر النسائية، نقول عن بالنسبة للمواطنة طبعا ما عندنا صحيح. فحتى لو المواطنة بقولها تيجي تدرب صعب، لها حياتها الخاصة، لها عيالها، لها زوجها، فمستحيل يعني زوجها بيقول لها والله روحي دربي من الساعة أكيد. يعني التمرين يكون معسكر مثل احنا نطلع شهر، مستحيل يخلي زوجته تطلع شهر. زين شو التحديات اللي تجيكم ان كانت مثلا مرأة متزوجة في بيتها ملتزمة ما تقدر تطلع، او ان كانت مثلا الأسرة يمكن تشد عليها في بيتها ان لا تطلعين، ما في دعم معنوي، شو التحديات اللي تجيكم وانتم فعلا قدرتوا انكم تثبتوا نفسكم ضمن حتى هذه المطبات اللي جتكم؟ طبعا انا صادفت في مجال الرياضي وايد لاعبات، في منهم يعني دخلوا في مجال الرياضه بعد ما تزوجوا نسوا شيء اسمه الرياضه، خلاص اهتمت في البيت والريض ونسيت الرياضه وكل شيء، يعني هذا السبب انهم بعد الزواج ما يكملون الرياضه. بالعكس اقول لهم الرياضه وايد مفيده، ويعني حتى انا يعني متزوجه عندي ولد ما شاء الله ما زلت اني مستمره في الرياضه، فهي شيء ما يمنع، بالعكس يعني بحالتنا يعني احنا كذوي اعاقه نحتاج للرياضه أكيد. لان جسمنا غير يعني غير عن السوي، فأنصحهم يعني الرياضة الواحد ما يقدر يتخلى عنها، يعني أنا أحيانا ما أروح التمرين يوم واحد أتحسف أقول ليش اليوم ما رحت، يعني خلاص متعة، يعني صار شيء طبيعي، يعني روتين في حياتك يوم العادي.
البرنامج اللي تسوينه مثلا اليومي في حياتك، او ان كان عندكم مسابقه كيف من تقومون لين ما ترقدون، التمارين، الوقت اللي تخصصونه، الاشياء اللي تمر معاكم خصوصا في المخيمات الخارجيه؟ طبعا في المعسكر يكون برنامج يختلف كامل عن برنامج نكون في البلاد. طبعا في البلاد نكون اوريدي مداومين الصبح والعصر نروح التمرين، فيوم نطلع معسكرات طبعا يكون في جديه في التمرين. طبعا نتمرن الصبح، الفتره الصباحيه من الساعه تقريبا اذا نقول 9 لين الساعه 12 يكون جيم على حسب برنامج المدرب طبعا. والعصر بعد فتره العصر نفس الشيء نتدرب رمي يكون مختص على حسب يعني كل وحده واختصاصها في على حسب المدربه وهي شو تختار، يعني يوم تكنيك يوم رمي يوم حديد على حسب، بس طبعا كل يوم. جميل. عندنا يوم واحد اللي يكون فيها اجازه ترفيهي. جميل. طبعا النادي والاتحاد ما يقصروا ويانا، يعني يوم ترفيه للاعب يرفه عن نفسه عن الضغوطات مال اسبوع كامل. أكيد. فيعطونا جو ويخلونا نحب الرياضه، مو بان الرياضه لا انا اتمرن صبح وعصر، لا يعني احيانا مثل في الاسبوع اتمرن يوم حصتين او ثلاث حصص، عندي العصر راحه اريح فيها والصبح عندي التمرين. جميل. يعني في فترات راحه طبعا الجسم ما يتحمل كثر الضغط. اكيد التغذيه لها راحه. في اكل معين اكيد تلتزمون فيه عن طريق يعني لما يكون عندكم تمارين ويكون عندكم مسابقه او مباراه خارج الدوله، في اكل معين ممكن عشان تحافظون على جسمكم طاقتكم من البروتينات اللي موجوده حفاظ على طاقتكم اللي تكون موجوده في الجسم؟ اكيد طبعا يوم احنا نسافر معسكرات يكون في برنامج خاص طبعا الاداري اللي يكون متواجد ويانا، فيتبع النظام في المطبخ شو الاكلات اللي موجوده شو الصحيه، فهو يختار قائمة الطعام اللي موجودة عندهم اللي تناسبنا يعني كرياضيين. جميل. فيوفرونها لنا. والله كفو عليكم. زين تكلمنا في بعض البنات بدون ذكر أسماء كانوا يقولوا إن في نادي للمعاقين ولكن لا يوجد نادي رياضة عشان يقدرون يمارسون رياضتهم فيها باستمرار. شو رأيك في هذا التعليق والصوت اللي لازم نسمعه ونتكلم فيه؟ طبعا من هالناحيه طبعا ما في نادي ترفيهي لذوي الاعاقات، يعني بنقول او لفئه النساء طبعا مو متواجد. طبعا احنا عندنا النوادي العاديه في كل اماره كلها نادي معين يعني صحيح. فانا ما اقول لك ان النادي ما يضم الاشياء الترفيهيه، بالعكس يضم الاشياء. يعني اذا انا ما بأختص العاب قوه او رمي او اني اشيل اثقال، ففي اشياء ترفيهيه موجوده عندنا، مثل عندنا احنا في قسم الفتيات عندنا قسم الخياطه، قسم التطريز والرسم، المسرحيه، يعني في مجالات وايد يعني عندنا البوتشي على حسب الاعاقه وعلى حسب هي شو قدرتها تحب البدنيه او كيف تحب. تقدر أيوة. حسب الرياضه اللي تحبها او التشخيص مالك، التشخيص اللي هي تحبه. يعني النادي ما يجبر اللاعب والله انت لازم تلعب تشيل حديد، انت واختيارك. هذا صحيح. النادي اذا ما حبيت الرياضه هذه مستحيل ان انت تتقنها مثل ما يقولون. هذا مستحيل تتقنها، يعني بتضيع وقتك بتضيع عمرك كله وانت ما سويت انجاز ما سويت اي شيء. طيب سهام 277 لاعبة من حول كل دولة الإمارات، من الفجيرة، من إمارة رأس الخيمة، من الشارقة إلى آخره، 277 فقط اللي موجودين حول دولة الإمارات. إذا هذين ما شاء الله خذوا الجوائز ويعني مثل ما يقولون يلسوا في بيوتهم، كل واحد زوجته يلسوا في بيوتهم، كيف نقدر نحفز الجيل الجاي عشان يحبون الرياضة هذه ويشاركون في الأولمبياد وخصوصا فئة ذي الاحتياجات الخاصة؟ طبعا أنا أوجه رسالتي طبعا نداء لكل الأهالي أكيد أن يعني رياضة المعاقين مو بأنها لو يمكن بعض الأهالي يخافون من الألعاب اللي إحنا نلعبها، والله بنتي ما تقدر. يعني ساعات في عندنا أهالي يون لين الملعب يكون وياها أبوها يشوف بنته شنو تتدرب. يعني بالعكس يعني ما شاء الله في النادي أي نادي باختصاص طبعا ما يقصرون، في مساعدات موجودات عندنا، يعني حتى ما يحتاج وجود الأهل يكونوا موجودين، يعني من ناحية الإدارة من ناحية يعني كلها حب وحنان، يعني من أي مكان تروح وهذا هو يعني يحسون مو بأن تحس انك انت فرد منهم، ان فرد موجود في تضامن في تكاتف في تبادل افكار في نقاش في حوار صحيح، وهذا التشجيع يعني من اللعيبه، يعني حتى اللعيبه اللي تلعب وياهم تحصل التشجيع والتحفيز. طبعا اناشد الاهالي ان بالعكس يعني رب العالمين صحيح انه اعطانا اعاقه بس بنفس الوقت اعطانا شيء نحن يعني مثل مهاره
أنا لا قطعنا نحدد سهام، نحن دائما نقول الإعاقة إعاقة المخ اللي ما عنده ثقافة وما عنده رؤية للمستقبل، ولكن إعاقة الجسد أي واحد ممكن تكون موجودة عنده موجود. ونحن دائما نقول ذو الاحتياجات الخاصة، احتراما لمشاعرهم نحن لا يعتبرهم إعاقة، بالعكس احنا نتعلم منكم وناخذ منكم نبذات نضيفها لحياتنا نمشي عليها من عقبكم. سهام أنت مثل إماراتي جميل نفتخر فيه في كل المحافل اللي مرأة إماراتية، ونحن نناشد الأهالي من بداية البيت أن فعل لازم يعني تعطون ضامن ودافع لبناتكم أن يشاركون في هذا الشيء، بالعكس يرفعون اسم دولتهم كمرأة إماراتية. شكرا لوجودك معي سهام، ما قصرتي. طبعا نشكر سهام الرشيدي لاعبة ألعاب القوى كانت معنا في حوار المساء. بعدنا مستمرين معاكم في فقراتنا المتنوعة، لكن بعد الفاصل لا تروحون بعيد.